واو ترى الفيزيك اخويا ما كنفهموش انا اصلا كلشي كل شيء غصن حفظوس اخو مش ندير فوتوكوب على الشيء ناس كل شيء يمد الحفاظة حاجة ما دخلت لي الراس شنو هو الشيء بالسيف ودي اخويا ما تلعب على فوتوكوب لان الحفاظة ما تخشي الراس بقى ساعة ودوز المحادي الفيزيك يكتر ما بك عبرو بالحرارة الاسطوانة كتدور بواحد فاصلة صفر خمسة فانا بداو فانا شيد ما الخو اخو شوفو هادشي واش يدخل لي الراس شنو الفيزيك هذا اه انا اخو لقيتي نحفظ شي لعيبات في الدار اوس اس حفظتهم اس انا اخو بغيت يدخل لي هادشي الراس وقال غندير الفوتوكوب خو الا بغيتي تحفظ خاصك تحفظ من فوق الفجر معايا قد الفجر خاصك تحفظ باش داكشي يدخل لك الراس كيف ما درتش انا والله اخويا كنفق مع 12 بدا نحفظ ما فيه كيفاش ما كان حتى حاجه ما كنعرف والله اخواتي بحال لونتي سولي غولي كولي ما عرفش شنو هذا سا ماشي هذا لو ترمومتر شا خويا شوف بقى ساعه لك الموحد تاع لي حفاظه ولا حفاظ شا خويا ندير نقله كلس على النقل حرام حرام اسمه الحرام تاك تحفظ وانا مالي النقل حرام الله يهدي هاد ايمن قلنا لي النقل حرام تا هو مشى بغى يديرها الله يهدي الله يهدي شنو كنت شي كاعس كان اللي باقي ما وجدش راسه الموحد ليه مقلق اصلا انت كتقاتل 30 صبط واش دخل لي تشي راسي اي شوف انا شي انا عين كيدا بخير قول لي حفظت الموحد واش ما حفظت اخويا لا عارفني انا الكوراس الوالدين هما اللي بزين عليا كاع كتدوز الموحد ياك خو اللي كاين انا خو فهمت هاد الحفاظه مبغاتش تدخل ليا لهاد الراس قلت انا بحالك راسي ما نقدرش يستحمل هادشي صعيب هادشي بزاف اه شنو قالت شي حرام تحفظ حرام حرام تتقراي حرام قول لي عندك شي 10 دراهم علاش ديرو بها خو النقل ولا الدفتر كله قول لي مقيلا خو شحال خاصك 10 دراهم 10 دراهم هاك اخو شوف قدي نقيلا انا وياك ياك الى سقات مقايله دخل القاسم راه عندك 1000 ريال كما عارف اخوك ديما الفرقه ديالي بريمير الكره علاش انا اخو غتابع الكره او فرقتك كيتا بريمير ضروري اسا علاش كتشوفني ديما انتك انا اخو الفرقه ديالي ما كيعطونا قالت لينا بجوا كيعطونا الماء اخو ايوا اخو دير معهم شي حل ولا غير شوف هاك صدقات هي هذيك 50 درهم ما صدقاتش سقط ارجع ليا راسي سير انا نتسنى تلاقى وحده باب المدرسه صافي اخو نتلاقى وحده باب المدرسه بالي هو اخونا غارق وفات من الترمس ان اخو مكلم موحد له ورا ساقطين ساق نو خنشوف النقله ما غندير ليه والو اخو بسم الله يفتح يا رزاق او شنو نو في المدرسه مشي ليه مشي راجع تمنينا ضربنا فرقات وزوج جوج هذيك كذا كذا خمسة ستة واو شوف الكتاب مش فيه راجع شوين انا تسبت نديش لومن داكشي صعيب شو كي مشي مشكل يا ربي نجح يا ربي وخانا العاني في هذا القسم لكن غنجح ان شاء الله غنجح ونولي استاذ يا ربي يا ربي استرب يا ربي يا ربي ناري ناري جاني وطن واللول هذاك جاي وباغي يحل الباب هذا فلوس لا لا ان شاء الله نجينا الاول لونج ان شاء الله يا ربي فين خويا وطن فين خويا العربي هاني تبغى تجيب معك تفشار صار خو جبت خو معايا في الراجع تلعتنا صاحب الموحد ما يخلوكش تخلص خاص تجيب معك السيلوس سهلة غير خلي عند الأستاذ واه صافي صحابش بغي يدخلوا معاك هنا ما دخلوش معايا شوف تسطع صافا تهم يعيطوا لي على لابوليس اخويا شوف هو راجع معاك شي شويلة راجع يلا خليك ترس لاخر هذا شي اخو السي اودي كتخلص فهمتيني مع داكشي قالوا لك يعطيو 180 درهم النهار بصح انت صوت لفش قوة الحساب 180 درهم عذرا عذرا متغلطين مع الماتش بس راح درنا في الماتش 180 درهم فهمتي ونعطيك خو واحد السؤال عطيك سؤال الترمومتر شحال فيهم الدرجة دابا غنعرف واش حافظ ولا لا سهلة ناقص 90 زائد 90
كاين اخو عندك صحيح حالي ما قالوا لي وطن شنو تبارك الله مو بدا في المدرسه فهمت واسد درا مجموعين وبيضاء وما كاينش ما عرف فينا هو هذا نجي نصور السلام عليكم كدار مولا الخوا وي اخو باش بيضاو خو بيضاو بلي مع ديك الوحده ونص ليه بلي بغي داك الصغير الصغير بلي جاسر انا عطاش فلوس باغي ندير انا ولد صغير خو ما كديش اخو صغير حرام خو لا ما تجيب زهر في شرفك ولا غتجيب سير على ظهر صغير تا نجيب كشار اخو انا باغي نجيبها بالتيا باش نسكن الدار اخو صغير حرام يعني شي في الكتاب الكور عاد هنا بصراحه اخويا انا المشكل عطى البيضاو 100 درهم اخو واش باقي ما جاش اخو خويا اخويا انا نقول لك اخو اللي علينا ريحتي حدايا نقد نوريك شي حاجه ياك مارك عارف كاين الزيار علاش شفتي يلا قلتي النقل حرام انت ما كسعه انت كتشوف اخويا دري راه الحارس صغي حل الباب وجاز اخويا انا نمشيو ندخل حنا يلا اخويا اذا غنجيب زيرو نتسنى اخو بيضاو شي تخ باقي الحال اصلا صافي اخويا دبر راسك اخويا حنا مخلي يدخل اخويا طيب اكتسنى فيه يدك ولا شنو؟ ان شاء الله ما اخوه ناخذ 100 درهم اسقط ولا اسقط وناخذ والو لصق هذاك شي هو ما غنطاش لي بقاش عندنا حنا سير مع عندي ما يدك شهر منك او سفينة ود البوين داس انا غير فوق البيت ما هو مشى مشي دابا اخو نتلاقى على ديك الحارس مع صاحب الوالد يدخلني عزيز عليا قبل ما نمشي عرفت ماني وطا متاكد واش داكشي عاد صحيح ولا لا ثانكيو ما برادر ثانكيو مزمعتش العربيه اش كدير هنا اخوني وطا قول لي اسا السؤال الاول كي جاب سهل السؤال الثاني ديال الشيما سهل شو قول لي المعادله الاخرى شحال خرجت لك 12 تو اسا خرجت لي 11.75 اش عرفت القدره قبلوني مش عارف اش من قدره لو ولكن دابا انا اللي عمرت الورقه مزيان ياك انا غادي نجيب عليك شو مجنون هنا اي شحوط علاش انا غنسقط علاش انا محكوم انت سبينغلاد شي اه لو دوز درهم ناس ما برادر انا فربل هذا دابا انا واكل شي شجره تاع الليمون حامض عندنا في المدار مشاكل الله سير مشاكل مالك شتا هو راك شبت سميتي وخرا السهر ما حافظ والو ولا هو راك ريحتي في الطاوله الاخرى قوم باش يقوم بيضاو لا داز من هنا بيضاو مشي الى الامام اش غادي تابع بيضاو انا باينه سقطوا باينه تبارك الله داك 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 يلا نمشيو يلا نمشيو ها اقولي شنو لقيت فيك دابا جيت للامتحان معول على النقله دابا اسمع لي تسمعني كاتب سميتي واحد ديسك ديال ستورمي جديد في البرازيل عطاوك النقله عطاوني فين المدام فين المدام دابا تتابع لي قبل ما يترم تابعك على قبل ما يترم سبديله دبراتني انا مالي اخو الدبره ديال الاسبالاد انت تقتلوني والو شتوني صحاب تاع ثلاثة قتلوني وانا مالك قلت لك انا من قصر الا ما عطيتيش 100 درهم انا اللي غنقصك والله لا تفاكش مع بوك لاق لي راسك علاش ما تفاكش معاه 100 درهم غنقص لك 100 درهم ار 100 درهم يا دوب قد شو كذا صباح كل لوك تحصى عليك بدي اقول لحظة انا عليك مقدم تطلع سأنا وانت تطلق الفلوس دابا من الاخر مالك مالك طار الفلوس ولا نقصك طار الفلوس شاط مني 50 ريال واه غتغنيني 100 درهم وياك ساعه ما تفارق بريمات فلوسك حتى بريمات 100 درهم خاصها ترجع وترجع 100 درهم ديك سمي لك الله حافظك يا خو الله حافظك معاك لا الله يحملك الوالدين خويا زيد معايا عند امك وباك دابا عطاهم بعد ليش الله يحفظك الله يحملك الوالدين وانا مالي زيد 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 الله يحملك الوالدين عمك بقى يستخدم والله لا تفكش معاه حمدك كذا 50 اخو والله واش 50 ريال هي من الدرب الوالد كيقتل الناس معنا الدراري اسا مالك خوشت مالك وشات وشات ترى داري 100 درهم 100 درهم اخو اسا علاش ديتي لي 100 درهم اخو حيدوا لي صحاب شارجي ثلاثه
ولا حيدولي ما عندهم ما يدير لك مش عارف هذا حيدولي كي حامي درب دابا علاش خواتي كله علاش علاش مين درب الا علاش تعطيتي حتى 100 درهم دابا هو قال لي اخويا غنديروا النقله وغنقلوا النقله حرام النقله حرام نقله حرام عندي انا ندير لك سواع في الطريق الله هو اكبر نقله حرام انت فوق هذا الدوره الثانيه ما عرفتش النقله حرام سبيل الله درت هذا الشيء لله مازال غتنشحوا صافي بعد منه وطلقوا 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 صافي اخويا الدورة الثانية تقضي عندي ساعة في النهار وغادي لك السوايع صافي نجي عاد معاه شكون لي بروغرام 8 ونص 8 ونص صافي العشية صافي نجيب كتب علمي آداب علمي سيونس فيزيك أي شي فيزيك صافي اخويا ميتا فيزيك صافي سي سوليد ليكيد بيان جوي سلامة